الطريق بين طنجة ومدينة بركان تستغرق زهاء 10 ساعات. في أواسط تسعينيات القرن الماضي كانت الحافلات تكاد تكون وسيلة النقل الوحيدة التي تربط بين المدينتين، وأغلبها كانت تمضي برحلاتها إلى الناظور ووجدة وربما إلى مدن أخرى من المغرب الشرقي. أخذت زليخة مكانها في الحافلة، وجلس إلى جوارها رجل تشي ملامحه بأنه تخطى 70. كانت زليخة تبدو في منتصف العمر، 50. في المقعد خلفهما جلس رجل يرتدي جلابة صوفية خشنة سوداء تبدو جديدة، وما لبث أن جاء ليجلس إلى جواره شاب يرتدي سترة جليدية بنية وسروال جينز شحبت زرقته. كان طويلا يعتمر طربوشا صوفيا يطل من تحته شعر أجعد. وضع الرجل حقيبة يدوية حذو رجليه وصار يتأمل وجوه الصاعدين إلى الحافلة. كان السائق قد جلس مكانه منذ نحو ربع ساعة، وقد أدار المحرك الذي صار زجاج النوافذ يرتجف على إيقاعه. صعد إلى الحافلة بائع الكعك المنضد، وطفل يبيع العلكة، وامرأة تتسول وقد حملت في ظهرها طفلا يبدو أنه نام منذ فترة. لم يكن أغلب المسافرين يبدون كبير اهتمام بهؤلاء الذين يعبرون الحافلة انتهاء إلى الباب الخلفي وينزلون. وجوه أغلبهم معروفة مألوفة. ثم تحركت الحافلة وبدا بعض الارتياح على وجه زليخة. ها هي الرحلة إلى بركان قد انطلقت. الساعة المثبتة فوق الواقي الزجاجي الأمامي تشير إلى 6:05. في باب المحطة توقفت الحافلة وصعد رجل وصل متأخرا، مر بين صفي الكراسي مبتسما في خجل. استدارت رؤوس تتبعه إلى أن جلس في مقعد في أقصى الجزء الخلفي من الحافلة. عبر الطريق التي سلكتها الحافلة وهي تغادر طنجة لم تكن الحركة قد بلغت وتيرتها العادية. عم الصمت ولم يعد يسمع إلا صوت محرك الحافلة وصوت يرتل القرآن الكريم. الجو بارد يتناغم تماما مع فصل الشتاء. نحن في مطلع ديسمبر من العام 96900. كسى بخار الأنفاس الزجاج طبقات لا تسمح بالنظر إلى الخارج. جاء مساعد السائق يحصي الركاب وقد حمل في يده سجلا صغيرا. هناك من نام. الذي يرافق زليخة يتأمل الطريق من خلال الواقية الزجاجية الأمامية. المطر الذي نزل أمس تبدو آثاره على جانبي الطريق وفي أماكن من وسطها بركا. أخرجت زليخة من قفة وضعتها على أرضية الحافلة بيضا مسلوقا لفته في قطعة قماش. جالت ببصرها في المحيط المباشر لهما، ولما أيقنت لا أحد يراقبها أخرجت بيضة وقشرتها وألقت بالقشور مع باقي البيض. حركت السبعيني وما أن التفت ناولته البيضة. يبدو أنهما لم يتناولا فطورهما بعد. فتحت لفافة من ورق لونه رمادي وضعت بها كمونا وملحا. دون أن ينطق بكلمة مرر السبعيني البيضة في ذلك الخليط فحملت منه حبات، ثم أودع البيضة فمه دفعة واحدة فمنحت شكلها إحدى وجنتيه. انهمكت زليخة في تقشير بيضة أخرى. لم يكن في ذلك ما يثير الانتباه. في أماكن مختلفة هناك من أخرج شيئا من زاده يأكله. روائح الأطعمة المختلفة كانت تخبر بما يحدث. كان السبعيني وتناديه زليخة بعم شعيب يعاني من مشاكل في السمع، وكانت المرأة تضطر إلى أن ترفع صوتها في كل مرة تريد الحديث إليه. وكذلك علم الذين يجلسون في الكراسي خلفهما وفي الصف المقابل أن زليخة أرملة شقيق لشعيب هلك قبل فترة. كما فهم من حديثهما أنهما متوجهان إلى بركان لتصفية بقية من إرث لهما هناك،
وأنهما عازمان على المضي إلى أقصى ما يمكن تصوره لحمل شقيق آخر لشعيب على تصفية ما بقي عالقا من إرث. كان اسم عبد الله يتردد كثيرا. بدا الذي يجلس خلفهما وقد استهوته قصة زليخة والعم شعيب، ولذلك صار يتابع باهتمام ما يدور بينهما من حديث. بعد 3 ساعات وربما أكثر من ذلك بقليل، توقفت الحافلة في سيدي علال تازي. كان الوقت ضحى، وأعلن السائق أن الرحلة ستتوقف لنصف ساعة تستأنف بعدها. نزل أغلب من كانوا في الحافلة وشغلوا أغلب الكراسي وتحلقوا حول الطاولات التي وضعت على رصيف مقهى جانب منه مخصص للحوم المشوية. تظاهر الذي كان يجلس خلفهما، ذاك الشاب الذي يعتمر طربوشا صوفيا، بأنه لم يجد مكانا يجلس فيه لتناول كأس شاي، ثم تقدم يستأذنهما في الجلوس إلى طاولتهما. ولما أذن له العم شعيب قدم نفسه بحميد الكحلاوي، قال إنه من وجدة حيث يعمل في مكتب للمحاماة. لم يسمع العم شعيب جيدا، واضطرت زليخة لتكرر بصوت مرتفع ما قاله هذا الشاب. انشرحت أساريره وبادره دون ما تريث: يجب أن تعطيني رقم هاتفك، فقد أحتاج إليك لمساعدتي في تسوية قضية في بركان. على الرحب والسعة يا عمي. جاء النادل يحمل براد شاي من الحجم الصغير في صينية بها الكثير من الكدمات. بجوار البراد كأسان لم يجف بعد الماء الذي غسل به. كان العم شعيب قد طلب بدوره براد الشاي وبعض اللحم المشوي له ولأرملة أخيه. ولأن الرجل صار يقاسمهما المائدة، فقد دعاه العم شعيب إلى مشاركتهما ما طلباه من لحم، بل إنه ألح عليه في تناول قطع منها. بعد تردد ظاهر مد يده إلى صحن اللحم المفروم وتناول منه قطعة وأبدى استمتاعه بها، ثم إن المرأة دعته إلى أن يتذوق من أضلع الخروف المشوية. ابتسم وتناول قطعة منها. يعلم أن العم شعيب لا يتمتع بسمع جيد، ولذلك قرر أن يكون حديثه مع زليخة. قال وكأنه يكمل معها حديثا بدأه آنفا: يبدو أن لديكما مشكلة تتعلق بتصفية إرث. نعم سيدي، قالتها وتنهدت. لاحظ شعيب أن أرملة شقيقه دخلت في حديث ثنائي مع هذا الغريب، وقد غاضه ذلك، ولكنه حرص على أن لا يبدي غضبه. في النهاية فإنه هو من سمح له بأن يقاسمهما مائدتهما، ثم إنه قد يحتاج إليه يوما في تصفية ما بقي عالقا بينه وشقيقه عبد الله الذي يقيم في بركان. ألم يقدم الرجل نفسه بأنه يعمل في مكتب للمحاماة بوجدة؟ اقترب العم شعيب منهما أكثر، وصار يسمع بوضوح أغلب ما كان يدور بينهما، ولكنه لم يكن يتدخل ولا يعقب. سمع زليخة تسرد فصولا من حياتها في بلجيكا حيث تقيم مع أبنائها، وسمعها تحدث ذاك الغريب عن التوكيل الذي حصلت عليه من أبنائها لتمثيلهم في تصفية الإرث، وبينت له ما بقي عالقا، قطعة أرضية من 3 هكتارات أدركها المدار الحضري لمدينة بركان. وبينما كان منهمكين في حديثهما، سمع منبه الحافلة التي يسافران على متنها. نظرت المرأة في الساعة التي تحمل في معصمها، فلاحظت أن مدة توقف الرحلة تجاوزت 30 دقيقة. نهض الثلاثة وصعدوا إلى الحافلة. وعدهما حميد الكحلاوي بأنه سيجعلهما يستفيدان من حقوقهما في الميراث في وقت قياسي. كانت زليخة بن شيشو قد فقدت زوجها عبد الهادي قبل 8 أعوام، قضى في حادثة سير وترك 3 أولاد. اشتغلت المرأة التي تنحدر من الناظور، وتمكنت من توفير مداخيل أتاحت لأبنائها 3 الحصول على تعليم جيد. ثم
ثم إنها وظفت ما حصلت عليه كتعويض عن مقتل زوجها من شركة تأمين استثمارا في عقارات في بروكسل تدر عليها مبالغ مالية محترمة كل شهر. توقفت الرحلة في مكناس، وكان حميد الكحلاوي يبدي حماسا زائدا وغريبا للاطلاع على ملف القضية التي يقبل عليها العم شعيب وأرملة شقيقه عبد الهادي. ولفت انتباه العم شعيب أنه كان يحاول أن ينفرد بزليخة، ولذلك قرر أن لا يدع له فرصة لذلك. ثم إنه قرر أن يبقي في حوزته الحقيبة الجلدية السوداء التي تتضمن كل الوثائق الخاصة بتلك القطعة الأرضية المتنازع عليها. كان العم شعيب ومعه زليخة يظنان أن حميد الكحلاوي سيواصل رحلته إلى مدينة وجدة، إذ كان أخبرهما بأنه يعمل في مكتب للمحاماة هناك. ولكنهما لما وصل إلى بركان فوجئ بالرجل ينزل معهما. سأله العم شعيب إن كان سيبقى في بركان أو سيعود إلى الحافلة ليواصل رحلته إلى وجدة. ابتسم وأدخل يديه في جيبي سترته الجلدية البنية، ثم قال إنه سيبقى في بركان لمساعدتهما. كان رده مثيرا لاستغراب العم شعيب وأرملة شقيقه على حد سواء. تسلم الشيخ حقيبته وحقيبة زليخة من مساعد سائق الحافلة. تجاهل ذلك الذي قدم نفسه باسم حميد الكحلاوي، إذ صارت تخامره شكوكنا الآن في نواياه. بدا له أقرب إلى نصاب منه إلى شخص يعمل في مكتب للمحاماة. اقترب من زليخة وهمس لها أن تحتاط، لم يضف شيئا آخر ولم يكن بحاجة إلى ذلك. صار على بعد 10 أمتار من الحافلة التي جاء فيها من طنجة. حميد يبدو أكثر إصرارا على مرافقتهما. توقف العم شعيب، ولما صار الشاب بجانبه قال له بعبارة لم يجد أكثر وضوحا منها: أشكرك يا سي حميد، وكما قلت لك سابقا اعطني رقم هاتفك حتى إذا ما احتجت إلى مساعدتك اتصلت بك. ظل الرجل ينظر إليه وكأنه لم يسمع كلامه. ومرة أخرى تجاهله شعيب وزليخة، عيناه لا تفارقان المحفظة الجلدية التي يتأبطها شعيب. ثم فجأة دفع الشيخ وأسقطه وانقض على الحقيبة الجلدية وأخذها وهرب. نهض الشيخ، ساعدته زليخة، أصابه الذهول، وما لبث أن احتشد حولهما عدد من رواد المحطة الطرقية. رأت زليخة الحافلة التي أقلتهما تتحرك مغادرة موقفها، وظنت أن اللص الهارب عاد إليها وأكمل رحلته إلى وجدة. تقدم شعيب وزليخة إلى مركز الشرطة ووضع شكاية ضمناها كل ما توفر لديهما من معلومات عن اللص، وبشكل خاص عن الوثائق التي كانت في تلك الحقيبة. كان فيها كل الوثائق الخاصة بالعقار موضوع النزاع بين شعيب وورثة أخيه الهالك عبد الهادي من جهة، وشقيقه عبد الله من جهة أخرى. لم يكن في تلك الحقيبة أي مبلغ مالي، بل كان فيها شيك ممضى على بياض من قبل زليخة، وكانت تنوي سحبه في حال الحاجة في وكالة بنكية في بركان. ما كان يقلقها أكثر التوكيل الذي حصلت عليه من أبنائها لتنوب عنهم في تصفية الإرث. الوثائق الأخرى كان العم شعيب يتوفر على نسخ منها. بعد أن خرج من مركز الشرطة توجه إلى نزل وسط المدينة واستأجر غرفتين. ظنت زليخة أن رحلتهما إلى بركان قد انتهت. بالنسبة إليها فإنها لم تعد تمثل سوى نفسها. التوكيل الذي حصلت عليه من أبنائها سرق، وليس يخفى عليها أن إعداد توكيل آخر ليس بالأمر الهين، وإلا فإن على أبنائها أن يحضروا من بلجيكا. كان كل ذلك يقلقها ويشغل بالها. تذكرت الشيك الممضى على بياض فتضاعف قلقها. عليها أن تتقدم بتعرض على ذلك الشيك في الصباح لدى أقرب وكالة للمؤسسة البنكية التي لديها فيها حساب. لم تكن كما العم شعيب تتصور أن يحدث كل هذا. لقد استعدت لهذه الرحلة منذ عدة أشهر، وها هي ترى كل ما قامت به ينهار.
كانت ليلة باردة في غرفتها في ذلك النزل الذي آوت إليه رفقة العم شعيب. ظلت زليخة مستيقظة. ما حدث لهما مساء أمس في المحطة لم يكن في الحسبان. ضاعت منها التوكيلات التي حصلت عليها من أولادها الثلاثة، والشيك الذي كان موقعا على بياض والذي قد يستعمله ذلك الهارب ليسحب كل ما في حسابها من مال أو جزءا كبيرا منها. ذاك الذي قدم لهما نفسه باسم حميد الكحلاوي وبأنه يعمل في مكتب للمحاماة في وجدة يبدو نصابا محترفا، بل إنه لم يتردد في نشل تلك الحقيبة من العم شعيب وبوجه مكشوف. اقترب الفجر، سمعت المطر ينزل بغزارة. لما التقيا على مائدة الفطور أقر العم شعيب بأنه لم يستطع النوم. أبلغته بأنها ستتوجه أولا إلى فرع المؤسسة البنكية التي بها حسابها لتقدم تعرضا على الشيك الذي كان في الحقيبة التي سرقت. قال إنه سيذهب إلى أخيه عبد الله ليرى مدى استعداده لفض مشكلة الإرث دون اللجوء إلى القضاء. حركت رأسها موافقة. لم تكن المرة الأولى التي تزور فيها مدينة بركان، وكانت آخرها تلك التي كانت فيها برفقة عبد الهادي زوجها الذي قضى في حادثة سير قبل 8 سنوات. بعد أن تناول فطورهما نهض العم شعيب. كان يتوعد ذاك اللص الذي نشل منه الحقيبة ويردد بأنه سيقتله إن أمسك به. كان بداخله ما يشبه بركانا من غضب. قالت له إنها بالرغم من كل الذي حدث لم تفقد الأمل في استعادة ما ضاع منها، وأنها تظن أن الشرطة ستمسك بذلك اللص وقريبا. ذاك ما تظنه، ذاك ما تتمناه زليخة. ذهبت إلى الوكالة البنكية وقدمت تعرضها على الشيك الذي يوجد ضمن ما سرق منها. أبلغها الموظف بأن ذلك يعني أن حسابها سيظل تحت المراقبة إلى حين، وأنها لن تستطيع إصدار شيكات أخرى. لم يستوقف زليخة كل ذلك التفصيل الذي قدمه الموظف، فكل ما يهمها الآن ألا يصرف ذلك الشيك. خرجت من الوكالة البنكية يغمرها إحساس بأنها تمكنت من إنجاز خطوة أولى في طريق الحد من آثار السرقة التي تعرضت لها. قامت بجولة في وسط المدينة ولاحظت أن أشياء كثيرة تغيرت على مدى السنوات العشر الماضية. فكرت في التوجه إلى حيث الأرض موضوع ذلك الجزء من الإرث الذي لم تتم تصفيته بعد. تذكر أنها رافقت زوجها إلى هناك في زيارتهما الأخيرة إلى بركان. استقلت سيارة أجرة. لما وصلت بدا لها المكان مختلفا. قبل 10 أعوام لم يكن هناك سوى حقول وبنايات متباعدة يسكنها مزارعون، وما تراه الآن مختلف، تجزئات سكنية وبناء مكتمل وآخر في طور الإنجاز. قدرت وهي تتأمل كل الذي حدث ويحدث أن القطعة الأرضية التي لم يحسم أمرها بعد صارت ذات قيمة عقارية هامة. عادت من هناك وقد ملئت رغبة في استرجاع الوثائق المسروقة والتعجيل بتصفية هذا الجزء المتبقي مما خلفه الحاج محمود بوشتاوي والد زوجها الهالك وجد أبنائها الثلاثة. لقد علمتها تلك السنون الطويلة التي أمضتها في بلجيكا مهاجرة وزوجة مهاجر أن أفضل الحلول لكل المشاكل تلك التي يعجل بها. ترى أن في التسويف والمماطلة ما يضيع حقوق الأطراف، ومنها حقوق المماطلين أنفسهم. في منزل عبد الله شقيق العم شعيب الذي كان إلى زمن قريب يستغل تلك القطعة الأرضية في الزراعة استقبل شعيب بحفاوة. لم يلتقي الشقيقان منذ 4 أو 5 سنوات. لم يثر موضوع الخلاف حول مائدة الغداء، وكان في صلب جلسة بين الأخوين رأسا لرأس. سيقول العم شعيب لاحقا إنه لمس لدى شقيقه الذي يصغره ب10 أعوام أو ما يقرب من ذلك استعدادا لتسوية هذه القضية، بل إنه دعاه وأرملة شقيقه مع عبد الهادي إلى أن يترك النزل الذي يقيمان فيه ويقيم معه في بيته وكان منزلا فسيحا.
استجابت زليخة للدعوة وترك نزل. في اليوم التالي قررت المرأة أن تعود إلى الوكالة البنكية لترى ما إذا كان أحدهم تقدم لصرف الشيك الضائع. وكانت مفاجأتها كبيرة لما أخبرها مدير الوكالة بأن امرأة جاءت بشيك تريد صرفه، وأخرج من درج مكتبه ملفا به عدة شيكات، وضع على عينيه نظارتين، وأخرج من الملف صورة للشيك المفقود، كان في اسم عتيق المكناسي. قال إنها لما أبلغت بأنها لن تستطيع صرف الشيك الذي كان يحمل مبلغ 150,000 درهم، أبلغت بأنها تلقت الشيك من رجل اشترى منها سيارتها. أضافت أنها ترددت في قبول شيك لا يحمل اسمه، ثم اضطرت في النهاية إلى القبول به. كان في كل تلك المعلومات ما طمأن زليخة. طلبت من مدير الوكالة البنكية أن يعطيها نسخة من ذلك الشيك. لقد قررت أن تعود إلى مركز الشرطة حيث وضعت مع شعيب شكايتها. كان موظف الوكالة البنكية الذي استقبل تلك المرأة قد دون على ظهر الشيك اسمها ورقم بطاقتها الوطنية وعنوانها. لا يخامر زليخة شك في أنها تعرضت للنصب على ذلك اللص الذي ادعى أنه يعمل في مكتب للمحاماة في وجدة. تظن أنه لم يغادر بركان بعد. حملت نسخة الشيك ونسختها وذهبت بها إلى مركز الشرطة. الضابط الذي تسلمها منها قال إنها قد تساعد في التعجيل بالإمساك بالنصاب. أبلغت زليخة العم شعيب بكل ما قامت به. كان عليها أن تكرر في كل مرة ما تقوله، ولم يعد وحده من يعلم. بدت متفائلة. في اليوم الثالث لمقامهما في بركان جاء عامل نظافة إلى مركز الشرطة القريب. لقد عثر فجرا بينما كان يقوم بعمله في زنقة مولى يوسف على حقيبة سوداء وبها وثائق إدارية ورسم عقاري. سلم الحقيبة السوداء وبعد أن سجل اسمه غادر وعاد إلى عمله. كانت مصالح الأمن بصدد البحث عن ذاك الذي قدم نفسه عاملا في مكتب للمحاماة في وجدة باسم حميد الكحلاوي، وهو الاسم الذي ورد في تصريحات زليخة وشعيب حين تقديمهما شكايتهما. وقد وجد تطابق بين الأوصاف التي أدلي بها وتلك التي وردت على لسان المرأة التي تلقت منه الشيك المسروق ثمنا لسيارتها التي لم تكن قد سلمتها له، إذ اشترطت عليه أن تتسلم الثمن قبل إتمام الإجراءات. وكان قبوله بهذا الشرط ما خفف الشكوك التي ساورتها. كانت على موعد معه في 10 صباحا، ولكنه لم يحضر في الموعد، لعله يريد أن يطمئن إلى أنه غير مراقب. ذلك ما كان يظنه الباحثون. ساعتين بعد الموعد المحدد جاء إلى حيث السيارة مركونة. لم يغير شيئا من هيئته سوى تخليه عن الطربوش الصوفي، بما كشف بقعة صلع عريضة في أم رأسه. كان رجال الشرطة قد أوصوا تلك المرأة بأن تتعامل مع الظنين بما لا يثير لديه شكوكا. فتحت أبواب السيارة وشوهد وهو يتفقد حالة الكراسي، ثم فتح صندوق الأمتعة ورفع الفراش وأمعن النظر في حالته، ثم فتح غطاء المحرك وطلب من المرأة أن تشغله. في تلك اللحظة وبينما هو منهمك في التدقيق في حالة المحرك، تقدم رجلا شرطة اللذين أوكل إليهما مراقبته. أمسك به وصفضاه، تم كل شيء بسرعة، واقتاداه إلى سيارة مموهة كانت مركونة غير بعيد. حاول أن يحتج، ولكنهما نصحاه بالهدوء وأن لا يستعجل الأمور. قيل له سيكون لديه من الوقت ما يكفي ليقول ما يشاء في مركز الشرطة. كان التطابق في الأوصاف مما لم يبق على ذرة شك في أنه الشخص المطلوب. كانت الساعة تقترب من 1 زوالا لما دخلت زليخة مركز الشرطة. يرافقها هذه المرة العم شعيب، تريد أن تعرف ما إذا جد في قضيتها جديد. استقبلها الضابط المسؤول بابتسامة كانت كافية لتزيدها تفاؤلا. أبلغها بأنه يظن أنه تم الإمساك بالنصاب،
وأبلغها بأن عامل نظافة عثر على الحقيبة التي سرقت منهما وبها الوثائق المفقودة، تكاد تطير فرحا. طلب منهما الضابط الانتظار قليلا، خرج وبعد عدة دقائق دعاهما إلى غرفة مجاورة. ما أن فتح الباب حتى وقع نظرهما على رجل جالس على كرسي ويداه مصفضتان. نظر إليهما الضابط وسأل: هل هو؟ ظلت زوليخا فاغرة فاها للحظة قبل أن ترد مؤكدة أنه هو الشخص الذي سرق الحقيبة. ودت لحظتها لو تستطيع أن تطلق يديها فيه صفعا ولكما، عسى أن يخفف ذلك ما ألحقه بها ما اقترفه. تقدم العم شعيب وأكد للضابط أنه هو نفسه الشخص الذي جاء معهما في الحافلة من طنجة. طلب منهما الخروج والانتظار. علم بعد ذلك أن عليهما أن يوقعا على محضر رسمي. لم يكن اسم الضنين حميد الكحلاوي، بل هو اسم اتخذه قناعا. الوثائق الرسمية التي معه تفيد بأن اسمه العربي بوتمرة من مواليد العام 58-900 بالفقيه بن صالح، ويقيم بالدار البيضاء. أثناء التحقيق معه اعترف بأنه منذ عدة سنوات الآن اتخذ النصب والسرقة مصدرا للكسب، وأنه كان من حين إلى آخر يركب رحلة من رحلات النقل الطرقي ويسعى إلى اصطياد ضحاياه ممن يلمس لديهم ما يمكن سرقته عنوة أو سلبهم إياه بالنصب والاحتيال. اعترف بأنه لما ركب الحافلة في طنجة إلى حيث كان وصل قبل 3 أيام وقع بصره على زليخة والعم شعيب، وأنه تمكن بسهولة من معرفة الغرض الذي من أجله يسافران إلى بركان. كان الصمم الجزئي لشعيب ما جعله يتابع الحوار الذي كان يدور بينه وأرملة أخيه. قال إنه كان يريد أن ينصب عليهما ويأخذ نصيبا من تلك القطعة الأرضية التي أسالت لعابه، ولذلك ادعى أنه يعمل في مكتب للمحاماة بوجدة. قال إنه كان يريد الهروب إلى هناك، ولكنه خمن أنه قد يقبض عليهما أن يصل إلى المدينة. ثم لما اكتشف الشيك الذي وقعته زليخة على بياض، بدا له أن يستعمله في شراء منقول ما، وأنه لم يجد أفضل من سيارة. وسريعا وقع على السيارة التي اتفق على شرائها مع تلك المرأة عتيق المكناسي التي لم تتمكن من صرف الشيك. اعترف العربي بوتمرة الذي كان يدعي أن اسمه حميد الكحلاوي بعدة عمليات سرقة ونصب لا تختلف سيناريوهاتها عن ذاك الذي استعمله في سرقة تلك الحقيبة من شعيب. واستوقف الانتباه حين الاستماع إليه أنه أمضى 2 مهاجرا في فرنسا، وأنه تم ترحيله بعد أن تورط في عملية اعتداء وسرقة استهدفت امرأة مسنة. كان ينفق كل ما يحصل عليه من أفعاله الإجرامية تلك في القمار، كان مدمن قمار. تم تقديمه إلى النيابة العامة بالأفعال المنسوبة إليه وتلك التي اعترف بها، وتم توثيقها في محضر رسمي. بعد استكمال الإجراءات تمكنت زليخة من استرداد التوكيل الذي حصلت عليه من أبنائها لتمثيلهم في تصفية ملف القطعة الأرضية التي صارت الآن داخل المدار الحضري لبركان. ذاك المساء كان منزل عبد الله بشتاوي شقيق شعيب يشهد جوا احتفاليا، فقد تم الاتفاق على بيع الهكتارات 3 بعد تحويلها إلى تجزئة سكنية. أطراف هذه القضية ارتأوا أن ما ستدره عليهم سيكون أكبر إن هم أحدثوا تجزئة سكنية. في اليوم التالي تم توثيق ما تم الاتفاق عليه، وما كان موضوع نزاع استحال مشروعا مشتركا اجتمع حوله من كانوا في خصام.